أسراب من الجراد دخلت سماء البلاد لتستقر على أرض تأكل الأخضر من الشجر والنبات في موسم هجرتها السنوية لتعبر الأجواء الكويتية. حتى هذه اللحظة لم يكتسح الجراد بشكل كبير مزارع في منطقة الوفرة والعبدلي وأماكن أخرى، إلا أن ذلك يطرح تساؤلا مهما حول إجراءات متبعة لدى الجهات الحكومية لمكافحة هكذا حشرات من قبل الهيئة العامة للزراعة والاتحاد الكويتي للمزارعين. وضع استعداد في مزارع ومواقع زراعية لمكافحته بطرق وأساليب تقضي عليها دون تسمم لمحاصيل نباتية. المشكلة الدبع اللي هو دبع الجراد هو اللي يأكل الخضر واليابس، بس اللي وصلنا الحين اللي هو الجرائد، أسراب الجراد اللي تطير. يعني إن شاء الله على حسب ما سمعت من أخواننا وشيباننا الكبار إن هذا يقادر البلاد خلال أسبوع أو أربعة أيام يتم المغادرة، ولكن نطلب من الهيئة العامة للثروة السمكية ونطلب من مجلس الوزراء إن يعني كل سنة الحين قاعد يجينا الجراد نبي نكافحه في الطيران. أحد أخوان اللي اتصل علي من اتحادات العرب اللي يعني كان يكلمني يقول في مراكز حق مكافحة الجراد في دول الزراعية، يعني كانوا مكافحونها في الطيارات، ويقول أنصحكم أنكم تحطون طيارات مثل ما كان بالسابق عندنا احنا بالكويت. دعوة لتضافر الجهود للحد من انتشاره والتحصين المنتج المحلي من آفة تبيد زرعا وتميت نباتا ووقف تقدمه في مناطق أخرى. الهيئة العامة للثروة السمكية قائمة على أكمل وجه وعلى أكمل دور، ولكن الجراد اللي اجتاح البلاد باليومين هذه كميات كبيرة، وإن شاء الله أنهم يرشونها، ولكن حتى لو كان مرشهم الجراد مكافحته في الطيران هو يعني الحل الوحيد، أما مكافحة في سيارات ورش خفيف هذا ما ينفع. ونطلب من أخواننا المزارعين بمكافحتها داخل مزارعهم، يعني احنا اليوم نشتغل كحزمة وحدة، نبي كل مزارع يرش الجراد في مزرعته والهيئة العامة للثروة السمكية تكون راش تكون متصادة على أطراف المزارع تكون ترشها بحيث أنه ما يدش على المزارع ويتلف المحاصيل الزراعية.